حقيقة هنالك استعدادات تم إعدادها من قبل معالي السيد الوزير والسيد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الأستاذ جاسم العطية لغرض استقبال العوائل النازحة من تل العفر وكذلك من الحويجة في حالة وجود العمليات العسكرية التي ستحدث خلال الأيام القادمة إن شاء الله، حيث تم تهيئة جميع المخيمات اللي متواجدة في ناحية العلم، وكذلك تم تجهيز المساعدات الغذائية واللاغذائية لغرض إيواء هذه العوائل النازحة، ويعني جميع الإجراءات والمستلزمات التي يحتاجها العوائل النازحة. حقيقة لا يوجد عدد محدد، ولكن الوزارة حاليا قادرة على استيعاب جميع العوائل النازحة أو التي ستنزح قريباً.